بسم الله الرحمن الرحيم. أنادي شباب قطر أن يتقوا الله في أنفسهم ويحافظوا على أرواحهم، فإنها ليست ملكا لهم، إنها أمانة الله لديهم، وعليهم أن يحافظوا عليها. ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. أنادي هذا الشباب أن يدعوا التهور وهوس السرعة الذي يؤدي إلى تدمير النفس وتدمير الغير. اتقوا الله أيها الشباب في أنفسكم، واتقوا الله في أسركم، واتقوا الله في وطنكم، ولا تقدموا على هذه السرعة الجنونية التي أعتبرها بمثابة الانتحار، وهو من أكبر الكبائر. إني أطالب المسؤولين أن يعتبروا السرعة المفرطة جريمة يعاقب عليها القانون.